كلام امبارح طلع كلام عضو اداره نادي المصري بيقول ان كريم العراقي اللاعب بيقول النادي الاهلي عايز يطلعه بره عشان يرجعه. حيث الكلام وانت موجود معانا عشان نوضح بس الحاجه. يعني هو بيقول لعيب قال له كده؟ يعني هو توصل ان اللاعب يعني هيطلع احتراف في اوروبا علشان يعني كوبري، عارف في الكوبري دايما بيقول لك النادي الاهلي بيعمل كوبري. هو يتوصل؟ يعني علشان يرجع للنادي الاهلي مره اخرى. حقيقه يعني الكلام ده وحقيقه المفاوضات ايه؟ يعني وانت موجود معانا دلوقتي. عيب الكلام ده، عيب يعني. يعني ما النهارده لعيب نادي بيجدد مع لعيب او عنده مشكله لعيب بتاعه، ليه نحط اسم اهلي في الموضوع؟ ما دخلش النادي الاهلي احنا مالنا؟ يعني ليه؟ ما مش مستاهله خالص يعني. كل نادي يبقى مسؤول عن لعيبته وتصرفاته معاهم، لكن دخل اسم الاهلي في الموضوع ده مش منطقي خالص يعني. طيب عايزين نروح برضو لصفقه من الصفقات المهمه اللي ابرمها كابتن امير توفيق السلطان بدر بنون. ما شاء الله اضافه قويه جدا في دفاعات النادي الاهلي. بدر اضافه فنيه وشخصيه. تابعته من امتى؟ انت قلت لي اليو ديانج يعني 5 شهور بتتابعه. طب بدر، بص بدر احنا من قبل الكورونا او قبل ما الدوري يقف للكورونا كان خلاص كان اتجهنا ان احنا عايزين مدافع اجنبي يكون موجود للنادي الاهلي. كان لجنه تخطيط وكابتن خطيب كان خلاص الفكره موجوده كده ان احنا كنا عايزين ستايل لعيب معين ما كانش متوفر قوي في الدوري المحلي. فبدر يعني المتابعه كانت اقوى يعني في الاول قبل كورونا كانت موجوده شويه. بس بعد كورونا لا خلاص كنا بشكل الصفقه خلاص. لا خلاص، لا قعدنا كمان شهر بنركز عليه ان هو يرجع ازاي من الاجازه والكلام ده كله. كان راجع ما شاء الله بشكل برده محترم جدا. نفس هو نفس بدر ما اتغيرش يعني. فخلصنا في شهر 9. خلصنا بدر في اول 9 بالظبط. المفاوضات مشيت بسهوله ولا كان فيها صعوبه؟ لا كانت بسهوله. بدر كان عايز يجي عندنا يعني، هو مع انه كان عنده عرض في احد الانديه الخليجيه وبعتولي يعني شفت العرض اللي جاله برقم اعلى عندنا بكتير، لكن هو كان عايز يجي في النادي الاهلي. رغبه اللاعب بتفرق وانت بتفاوض اللاعب؟ جدا جدا، حتى لو المبالغ والفلوس عاليه. بص في لما في لعيبه بتكون عندها فكره ان هو بيبص للمستقبل. في احد اللعيبه ما عندنا في الفرقه دلوقتي هو عايز يسافر ماشي. فبساله بقول انت عايز تروح الخليج ولا عايز تروح اوروبا ولا عايز ايه؟ لا احد لعيب بيقول لا انا عايز اطلع اوروبا دلوقتي وبعد كده في اخر في يوم من الايام انا هرجع الخليج. فاهم قصدي؟ يعني اللعيب في الاخر هو محدد حياته. النهارده الاهلي فلوسه اقل من الخليج ودي حاجه معروفه. بس اللعيب بيقول انا حابب تاريخ في الاهلي بعد كده ممكن اروح الخليج بعد كده. الحته الماديه ممكن اعوضها شويه. فاهمني؟ فنفس الكلام بدر. بدر النهارده هو لا انا عايز اكون في النادي الاهلي، عايز اعمل تاريخ مع النادي. وانا عارف ان كده كده انت عارف لعيبه العالم كلها دلوقتي النهارده اخر كام سنه بيروحوا ممكن الصين او الخليج او امريكا، بيكون ده توجه في لعيبه اوروبا او لعيبه افريقيا عامه. يعني احنا بناخد منك تصريح دلوقتي ان بدر بنون رفض عروض مغريه من الخليج علشان تمسكه بالنادي الاهلي. ده في اول خالص. في الاول خالص يعني، واحنا بنخلص الديل كان في نادي عايزه وبعت له عرض رسمي برقم كبير يعني. وفي الاخر لا كان عايز يكون موجود معانا. وبدر في الاخر ما شاء الله بقول لك فنيا وشخصيا، يعني بدر شخصيه ما شاء الله حاجه هاديه جدا وراكز وفي الملعب لعيبه بتحبه فما شاء الله عليه يعني. وما شاء الله هو يعني اضافه كبيره للنادي الاهلي وشخصيته كمان تتماشى مع النادي الاهلي.